السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والاحوال ديالكم طيبه. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم التجربه ديالي في تحضير الجبن الاحمر. بحال اللي كيتباع في الزنقه واحسن منه كاع ب 1000 درجه. فبالنسبه للمقادير غنحتاجوا نصطروا الحليب، جوج اصفر بيض، ثلاث معالق ديال الخل، ثلاثه قطع الجبن، ومعلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الخميره. هادو هما المقادير. يلا دوزو نشوفو الطريقة. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، اول حاجه كنبداو بها هو الحليب. كنعملوه يسخن على كنعملوه يسخن يعني قبل ما يغلي، كنعملوه غير يسخن حدنا كنشوفوا بانه بدا كيطلع ديك الربوط السخونيه. غادي نقصوا عليه العافيه. في الاول كيكون العافيه مجهده شويه، غير كيبدا يسخن كنقصوا العافيه، وكنضيفوا عليه ثلاثه المعالق ديال الخل باش كيعطينا باش كيتقطع باش يتفصلنا الجبن على الحليب، يعني كيبقى ديك الماء الحليب بوحديته وكيطلعنا الجبن بوحده. فكنعدو ديك الخل وكنحركوه شويه، وانتم غتشوفوا بدا كيبدا يعمل كويرات ديال الجبن. صافي كتحركوه شويه غير كتشوفوا ديك الجبنه يعني تكونت، كنطفيو عليه. صافي هانتوما كتشوفوا كيفاش تفصلت ديك الجبن على ديك الماء، يعني الماء ديال الحليب كيبقى بوحدو. غنصفيوه فواحد في الكسكاس ونقطروه مزيان، يعني بلا ما نخليوه شي واحد مده طويله يقطر، غير نصفيوه من ديك الماء نقطروه مزيان وغادي نبداو نخدمو فيه. فهنا مباشره من بعد ما قطر ديك الجبن ديالنا، يعني ما نخليوش حتى يبرد ولا، مباشره كنبداو نخدمو به. وضعته في مقله اللي غادي احسن تكون ما كتلصقش، يعني اللي غنخدمو فيها. وصافي ضفت هنايا في الاول الملح وديك معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخميره، وخلطته مزيان. من بعد غادي نضيفو ديك مكعبات او مثلثات الجبن اللي كان عندكم اختيار، يعني كيبقى اختيار ديالكم، بجبيهم كيجيو مزيانين. وكذلك غادي نضيفو ديك جوج اصفر بيض وغنخلطو مزيان حتى تنسجم المقادير مزيان مع بعضها. صافي دابا من بعد ما خلطنا المقادير مزيان، نتوما كتشوفوا كيف كترجع القوام ديال الجبن.
دابا كنوضعو على نار مهيله، النار تكون مهيله بزاف يعني ناقصه، نحيو على البوطه وكنوضقو ونحركو، نحركو مزيان باش ديك الحبيبات ديال الجبن يبقاو ناشي. انا واخا نحرك بقاو لي شي حاجه، فحاولوا ما امكن انكم يعني يرجع الملمس ديالو يرجع ناعم، يعني بقاو تحركو مزيان. ومن الاحسن تستعملوا هاد السباتولا ديال بلاستيك، حيت هي اللي كتقدر تعاونكم مزيان انها يعني كتعوج مع التحريك. اما الا كانت ديال الخشب يعني كتبقى واقفه، ما غاديش يدعاونكم مزيان. صافي كنبقاو نستمروا هكذا على نار مهيله، كنبقاو ما نوقفوش يدنا على التحريك ابدا، يعني تقريبا كنبقاو على هذه الحاله هذه ولا على هذه الطريقه هذه واحد ربع ساعه. وهي حتى كيبدا يتبدل عاود في الاول، كيرجع سايح يعني كيسيح ديك الجبن، كيخصو يخفف، ومن بعد عاود كيعاود يبدا يقصح. المهم هذاك خصنا نبقاو نستمروا بالتحريك، من الاحسن يعني خدموه مزيان مزيان مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا يعني في الاول كان رجع خفيف، دابا بدا كيتقل يعني بدا كيجمع راسو. مع ذلك ما خصناش نوقفوا على التحريك ابدا، فانتوما كتشوفوا يعني بقى لي شويه ديال الحبيبات ديال الجبن، ولكن ماشي مشكله معليش، يعني ما يبانوش في الاخر، ما يبانوش بزاف يعني ماشي مشكله. المهم نتوما حاولوا انكم تخدموه مزيان مزيان. نتوما في الاخر كتشوفوا كيفاش رجع يعني يقصح، بدا كيقصح كيبقى يقصح يجمع راسو حتى كيرجع كره، حتى كيرجع على شكل كره يعني صافي، يعني كيكون ديك الساعه واجد
كنطفو عليه البوطه وكنحيدوهم فوق العافيه. صافي نتوما تشوفوا الشكل النهائي هو رجع كره، يعني نقدروا نهزوها بيدنا ماشي مشكله. صافي كنهزوها كناخذ واحد الطاسه اللي غادي نستعملوا فيها اللي نوضعوها فيها باش ياخذ ديك الشكل الكروي بحال الجبني كنعرفوا، ندهنوها شويه بالزيت ونوضعوا فيها ديك الكره ديال الجبن حتى هي ندهنوها شويه بالزيت باش ما ديبش ما دمش ديك القشره فوق الوجه يعني ترجع قاصحه. صافي وكنعوطوها مزيان بيدنا، كنضغطوا عليها مزيان باش كتاخذ الفورمه والشكل ديال القالب اللي وضعتو فيه. واذا كان عندكم شي ثقل تقدروا تنزلوا عليها مثلا شي ثقل اللي غادي يزيد عليها الشكل النهائي ديالها. اهم حاجه انكم تغطوها بالفيلم اليمونتير وتحاولوا انكم تخرجوا ديك الهواء اللي كيكون داخل، يعني الفيلم اليمونتير يجي لاصق على الجبن ما تخلوش ديك الهواء داخل في وسطو. صافي وغادي كما قلت لكم يعني عملوا عليها شي ثقل مثلا شي شكاره د اللوبيا ولا المهراز ولا اي حاجه ثقيله باش تزيد تضغط عليه ويشبر في راسو مزيان. وغادي ندخلوه للثلاجه، الاحسن انكم تخليوه ليله كامله يعني تعملوه اليوم حتى لغدا عاد نجبدوه. صافي دابا بعدا غدا يعني النهار الثاني انا جبدتو من ديك القالب ها كيف كيجي الشكل ديالو، يعني صافي برد مزيان وقصح كيجي فحال الجبن تماما اللي كنشري ولا او افضل منه يعني احسن منه صراحه. انا عجبني بزاف المذاق ديالو كيجي احسن منه بزاف. فان شاء الله من بعد هذه التجربه هذه ما بقيش عاد غادي نشري نشريه من الزنقه وكنعدلو في الدار ديالي. ومن لاليت كيجي اقتصادي يعني اخر انتم كتعرفوا يعني كيكون غالي، هذا بالنسبه ما كيجيش ما طحناش غالي بزاف وكيجي بحاله تماما ومذاق اللي هو افضل واحسن. فكنتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وقولوا لي كيف جاكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.